واضح. أهلا وسهلا فيكم بلقاء بعد 3 سنين. معكم الكوتش لورا مكرام جزائرية سورية. I'm أمازيغ. أول لقاء لهذا اللقاء أنا صرت مليون متابع. لما شفتكم أول مرة كانوا 250، فأنا بعتبر أنه أكيد وشكم خير علي. الشيء الحلو اللي استفدته بهي الثلاث سنين أني أنا أسست أكاديمية قوية جدا، من أهم أكاديميات الرقص الرياضي، الحمد لله أعد من الأشخاص المميزين ضمن عملي. استفدت بشغلة تانية، علاقاتي الاجتماعية تحسنت جدا. والشغلة اللي هي الأهم أنه أدركت أنه لازم أعرف أنه أنا كل ما زادت شهرتي أنه أنا لازم أتقبل أكثر النقد. كتير راضي يعني عن حالي بعد 3 سنين. بتحتوي أكثر من نوع رياضة وأكثر من نوع رقص، وأنا شخصيا برقص أكثر من نوع رقص، ولكن اللي محددة فيه بشكل خاص كتدريب هو الرقص الشرقي. بعد الكورونا كان صايبتني حالة نفسية فترة من الفترات، أني أنا ما عاد بدي أشوف حدا، ما عاد بدي أعمل شيء. سمنت طبعاً نفسياً وجسدياً وصحياً ومن كل النواحي تأثرت بقعدة الكورونا. لقيت تشجيع وفي تعليقات نقد كمان شجعتني، يعني في تعليقات تبع سمنانة كوتش أنه ليش هيك تعركي حالك، خلينا نشوف شيء جديد، وين غايبة وين كذا. فأنا كثير تشجعت، عم بلش من جديد وعم بلش بقوة، وكرمال المليون حيكون في كثير شغلات جديدة. أتمنى تتابعوني. يجيني رسائل من الجزائر كثير، الجزائر بشكل خاص كونه أنه يعني أنا بنت البلد، فحتى هنم بيشجعوني أنه طلعي نحن منساعدك، وحتى عم يدلوني على برامج عن طريق برامج تلفزيونية أني أرجع أستعيد الجنسية من جديد، عم يعملوا مساعدات وهيك قصص. فكثير انبسطت يعني أنه حسيت إنه يعني حسيت بالانتماء بالرغم أني أنا بعيدة. المرحلة القادمة حيكون في وركشوب خارج سوريا، وركشوب هي مثل دورات مكثفة لحتى أوسع نطاق اسمي أكثر وأطلع خارج سوريا. فأول دولة حتكون هي الجزائر. أنا متأكدة إنه في محبين هنيك، وأنا متأكدة إني حلاقي تشجيع. الشيء الجديد اللي حيكون ضمن الأكاديمية اللي هو أول من راح يكون موجود بسوريا، اللي هو الرقص الأمازيغي، داخلين فيه مع الرقص الشرقي بس بلمسة من الرقص الشرقي، كرمال ضل محافظين على التراث. صار لي تقريبا شي 7 سنين عم درب، طبعا كأكاديمية لي مزبوط سنة، بس لهلأ عم لاقي عالم انه لما بتجي انه ما تقولي قدام حدا انه نحن مسجلين رقص، نحن مسجلين رياضة. طب اوكي وين المشكلة؟ بليز لا تخجلي تقولي انه انا عم درب، انه انا عم بتدرب رقص شرقي، لانه هو صار لون كثير مميز وكثير حلو، وصدقا هو يمكن 90% من الكرة الأرضية هي بتحب الرقص الشرقي، هو نمبر 1 تقريبا كرقص. نصيحة لكل اللي عم يشوفونا، حبيبتي خليكي فيه، ما في ولا شيء بالكون بيقدر يوقف بوشك، وقد ما حبيتي حبي نفسك بالأول. كونوا بخير، رح اشتاق لكم للقاء تاني. باي. واضح.